السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، قناة حديقتي ترحب بكم من جديد. وفي هذا الفيديو نتعرف على نباتات الموجودة بسطح المنزل، نباتات المنزلية، نباتات زينة، نباتات مختلفة. أول نباتات هي هذه، نبتة معروفة جدا تكبر غالبا في الوديان وفي المناطق شبه صحراوية أو جافة في المناطق الرملية، تسمى الدفلة. الدفلة معروفة في المغرب، في الجزائر، في تونس، مجموعة من الدول العربية أو شمال إفريقيا. كذلك هذه النبتة التي تظهر هنا هي نبتة للزينة، تسمى كذلك نبتة القلب. هذه تم زبرها وتم تقطيع منها الأوراق التي جفت وكانت يابسة بسبب الحرارة كبيرة أو الحارة المفرطة، لأن النبتة كتنبت في الظل بزاف، يعني كتبغي الظل. هذه كذلك من أنواع الصباريات أو الشوكيات. هذا النوع ديالو هو داك الصبار اللي اللون ديالو بنفسجي، كيعطينا واحد النوع ديال الصبار أو كيما كيسميوه في المغرب الهندية. الهندية كيكون اللون ديالها بنفسجي، هي هذه اللي كتخرج الحبة ديالها. كذلك هذه النبتة، نبتة معروفة حتى هي، البعض يسميها نبتة دمعة الطفل، دمعة الطفل الصغيرة، لأن كاين واحد النوع شبيه لها كيكون الأوراق ديالو أكبر. هذه أيضا نباتات الزينة، وهي نبتة جميلة، وممكن ان هذه النبته تخلف، يعني ممكن ان الواحد يقطع منها واحد الركن بحال هذا مثلا، ممكن يتقطع وتعاود يتزرع في حبق واحد اخر او في مزهريه واحد اخرى ويعاود يعطي. كذلك حتى الدمعه ستف ممكن اننا نعاودو نزرعو منها، يعني ناخذ واحد الطرف منها ممكن يعاود يتلقى. كذلك هذه النبته تسمى، كنسميوها هنا في المغرب الزربيه، لأن شبيهة للزواق ديال الزربية، الزربية اللي كنزينو بها أو كنفرشوها في المنزل. هذه نبتة أيضا معروفة وكيعرفها الجميع، نبتة الأوليفيرا، الأوليفيرا اللي كيستغلو منها مواد التجميل، هي نبتة كذلك معروفة. لدينا هذه النبتة الصغيرة تسمى الملالية، يعني تتهي من فصيلة نباتات اللي كتنبت في المناطق الجافة وما كتحتاجش الماء بزاف، كذلك انها كتصبر بزاف وكتعيش بزاف. هذه كذلك نبتة القلب اللي تكلمنا عليها قبيلة، تهي من نباتات ديال الزينة، وتهي انا ما كتبغيش الشمس بزاف. اذا بغات الشمس، اذا كانت فيها الشمس بزاف راه كتصفر بحال هذا الشكل، هذا بحال هذه ضربه فيها الشمس بزاف اللون ديالها كيصفر. هذه كذلك من شجيرات الزينه اللي كتبغي الظلال ايضا، تهي هذه النبته اللي تكلمنا عليها قبل قليل، هي نبته الزربيه. هذه الحجم ديالها اكبر وكبرت بزاف وعطات هذا النوع من النواره. هذه شجرة الليمون، شجرة الليمون في طور إخراج الليمون. كذلك هذه النبتة اللي تكلمنا عليها قبيلة، شبيهة للنبتة ديال دمعة الطفل، كتسمى دمعة الطفل. هذه هي كيكون الورق ديالها بشكل أكبر، هي ممكن أننا نخلفوها ناخدوها ونزرعوها في بلاصة واحدة أخرى. أيضا هاد النباتات حتى هما جميلة، هادي بحال اللوايا، بحال الداليا، نبتة زوينة حتى هي، كتدلع يعني كتسنسب جهات أخرى، يعني ممكن تحطها تغطي السور كامل أو تغطي الحبق كله بواحد الشكل جميل ورائع. حتى هي كتخلف، ممكن تقطع واحد الطرف بشكل صحيح من هنا مثلا وتعاود تزرعو، كيخلف بشكل كبير. هادو كذلك نبتات جميلة، هادو عاد زرعناهم باقي الله كيكبرو، الأصل ديالهم من هنا، هاد النبتة هادي من هنا خديناهم، كونو بحال هكا، حتى هاد النبتة كتعطينا بحال هكا، وكنقطعو هادي من هنا كنعاودو نخلفوها كتكبر بحال هادي.
كذلك هنا نباتات هذه نوع من أنواع الصباريات معروفة، حتى هي كتكبر في المناطق الصحراوية الجافة. كذلك هذه نوع من أنواع الصباريات، هذه هي الصبار الشوكي الهندية اللي كتدير ديك التمرة ديالها قابلة للأكل. هنا أيضا عندنا أنواع من أنواع الصباريات، هذا نوع جميل، نوع زينة، ممكن ديرو في المطبخ، في الكوزينة، ديرو في أي مكان، أنه مزيان كيعيش، وأنه كيعطي هاد الكويرات صغارين حتى هما قليل إعادة الزرع، بحال هكا اللي كتشوفو هاد النموذج هادو، هادو هاد الصغار هما هادو اللي هنايا، وهما هادو اللي كبروا، يعني ممكن يخلفوا. هادي اللي كنا تكلمنا عليها قبيلة الملالية، حتى هي كتعيش مدة كبيرة، وهادي أوليفيرا مازال صغيرة عاد كتكبر. هنا كذلك هذه النبتة ديال القلب اللي تكلمنا عليها قبيلة، هذه صغيرة كانت خلفات، كانت يعني نبتات خرجت من هذه الزريعة، هذه الزريعة ديال هذه نبتة القلب، هي هذه كيعطيها لنا القلب وكتهبط وكتكبر. هذه كذلك نبتة معروفة، نبتة الأزير، الأزير نبتة هي عشبية، النباتات العطرية، العطرية نقدروا نستعملوها نديروها مع الشاي، مع أي مشروب.